Liliha? Non. Je m'infos? Non. Je l'os. نتعمل جوج الروايد خاصك تكون خياط قانون السير معمول الحديد ديال ثلاثة هاد الروايد والفوق انت عندك جوج مازال ما وصلتيش لسن الرشد العجلي وهاد الكاسك لاش ياك الراس قاصح حيدوا لي هاد الكاسك كاسك شفتي هو راه كاين فينا اللي كيسوق ولكن راه عداد منا غير صايق وبركه من الحموضه في الطريق راه بزاف ليليها ليليها واش مفهوم ليليها جلوس شروط قاطع الطريق ثلاث اولا كنغمضوا عينينا ثانيا كنعطي بظهري الطوموبيلات ثالثا كنشاهدوا وكنقطعوا منين ما والا ومن الاحسن هو ندير اطول قطعه ممكنه ما مسوقينش هو راه كاين فينا اللي كيعرف يقطع الطريق وكاين فينا اللي عم درجم ما يكونش قطعنا حامض راه بزاف قولي ليها ليها واش نافو جلس انتوما المحترفين ديال الطريق انت مول طاكسي صغير مثلا فين ما حبساتك الوقفه اوقع تحيه انتوما مبارين الطاكسيات الكبار فين ما خصك توقف اعفاد صفير مالي الكاميوات انتوما هما مالين الطريق وراه خير منكم تخليو الاخرين يسوقوا معاكم استاذ سينا 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 هو راه كاين اللي حريفي في السوقان وكاين اللي غير معدي على الحرفه وبركه علينا من هاد الحموضه في الطريق راه بزاف